ترك الدنيا كلها حط احطاط واحطاط ما خلاص بده البنت بالقوة يعني. كأنه فكر حاله هو عايش بغابة يعني الناس مش بني أدمين عشان أنه هي البنت هذه سورية. لا بالعكس أنا صحيح سوريين نسيت سوريين بس أنا صرنا عايشين بالبلد هون 35 سنة مش امبارح واليوم احنا بالبلد من 86 احنا عايشين بالأردن. نحن حكيت لك انه نحن في اكثر من شكوى بحقه في شكوى من الشكوات يعني جريمه الجريمه اللي كان بده يخطف فيها البنت من السياره وضح النهار في شب يعني سائق السياره وكانوا زملاتها معها بنات تبعون الصالون بيشهدوا هذا الحكي. تقدم الشكوى الشاب تقدم شكوى ضد القاتل او ضد المجرم للمركز الامني بس للأسف الشديد بيحكوا إنه فيش متابعة للشكوى فمن وراء الواسطات تبعيته وعشان عائلته واصلة معروفين يعني شكل الشكوى اختفت. أما القضية الثانية الشكوى الثانية هي قضية لا طبعاً موجودة بالمحاكم أو بالمحكمة الأردنية موجود رقمها وتاريخها عنا كل شيء الحمد لله رب العالمين. البنت تنازلت عنا من كثر الضغوط يعني كان يجيها تهديد قتل أبوها أو أحد أفراد أسرتها وبالذات أبوها يعني. فالبنت عم خوفة علينا ضحت بنفسها شايف كيف وما يعني تنازلت عليها بدون ما تخبرنا. هذا اللي بدي بيخليني أسألك الآن أستاذ محمد كل هذه الضغوط قبل ما يكون في جريمة قتل من قبل هذا القاتل وعائلته اللي قلتنا أنه هي عائلة واصلة اليوم عم تمارس عليكم ضغوط. أنا اللي وصلنا أنه هناك ضغوط تمارس عليكم لإسقاط الحق لإيقاف المحاكمة. هل تمارس عليكم أي ضغوط اليوم؟ لا بعد الجريمة بعد ارتكاب الجريمة بعد تاريخ 10/12/2021 لم نتلقى أي تهديد ولم نتلقى أي اعتراض من أي إنسان. هلا نحن ممكن نتعرض لتهديدات بس نحن يعني الحمد لله رب العالمين هلا حطينا محامي بالمفوضية والأمور أمور قضائية ووصلت أمورنا مش لبس هون يعني بالأردن الأردن كلها بتعرف وصارت قضية رأي عام. كل الجهات المعنية مهتمة بالأمر وبالوقت الحاضر كلهم عندنا علم وأي إشكال أي كلمة أي حرف أي اتصال أي مضايقة رح خبر كل الدنيا.